اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي في حلقه جديده من برنامجكم ميكروسبو. من بعد الخساره التي تلقاها المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الايراني والبرتغالي اليوم خرجنا نسولوا الشارع الرياضي واش في نظرهم على المنتخب الوطني المغربي غادي يفوز في المباراه الثالثه ضد المنتخب الاسباني وعلى الاقل نخرجوا بثلاث نقاط من هذه المنافسات ديال روسيا 2018. نشوف الاجابات ديالهم ونرجعوا لكم من بعد ما تمشوا فين. حتى حاجه ما بعيده بالنسبه لنا حنا، حتى حاجه ما بعيده بالنسبه للمنتخب اللي عندنا هذا العام، راه كومي محمر لينا وجهنا. ما خسرنا باربعه، ما خسرنا بثلاثه، ما خسرنا بجوج. وزيدك حاجه اخرى، حنا ما غاديش نتقادوا مع منتخبات اللي كيدوزوا كل مونديال واللي كيترشحوا للفينال ولا الدومي فينال. حنايا راه كمنتخب عربي كندوزوا من المونديال للمونديال، يعني دابا شحال باش ما تزناش، زدنا شي 20 عام ياك، يعني باش تعادل مع فرقه نقولوا حنايا سيدي الايران ماشي مشكل، خشينا بيت على ريوسنا، هذاك راه شحال من منتخب وقع في هذا الغلط. ولكن باش تلعب مع البرتغال، البرتغال راه حامل كاس اوروبا النسخه الاخيره، راه تحقيق الانجاز الحمد لله. ونتمنوا حتى حاجه بعيده الكره هذه، حتى حاجه ما بعيده في الكره القدم دابا، ما حتى حاجه بعيده ان شاء الله. وبهذا المنتخب اللي عندنا والدراري بروح القتاليه اللي كاينه حاليا، حتى حاجه ما بعيده، نتمنوا الفوز ان شاء الله ونفرحوا هذا الشعب هذا، وهذا هو اللي كاين اخويا. كنظن ان اسبانيا غنربحوها ان شاء الله، عندنا منتخب نقي واعر كيلعب الكره، احسن منتخب شفته هذا العالم، كيكون الكره من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90. والماتش ديال البرتغال والمغرب ديالنا ضيعنا الحكم بزاف، ما كنا من الحكم نربحوا بثلاثه واحد وبيتر روراندو غير شرعي، حيت كان كفر هذه المرات قبل بيتر روراندو. وكنتمنى الفيفا تخوض لينا حق من هذاك الحكم، شكون هو اللي خرج علينا في هذا الكاس العالم. انا أظن 100% غدا ان شاء الله غنربحوا اسبانيا بجوج لواحد ان شاء الله كنتمنى، وكنتمنى الفيفا تعاود لينا الماتش ديال البرتغال واخا ما غاتكونش، وكنتمنى تكون اول مره كيعاودوا الماتش ديال المنتخب والبرتغال، وديما ماروك وديما منتخب، وبرافو برافو برافو مرابط رجل المباراه ديما كنحييه، وبوصوفا وزيش وكاملين اللعابه ديال المنتخب كنشكرهم بزاف. بين لنا بلي منتخب ناضي وعالي، وحنا راسنا مرفوع على منتخب المغرب وديما ماروك. المنتخب ديالنا بقى عنده ما يخسر، غادي يلعب على ان غيبغي يلعب على ثلاثه النقاط، علاش لا؟ حتى صايم قاعد ما يخسر، هو اصلا خارج منافسه، كاين شي مشكل يرجع مع المنتخب الاسباني بحكم ان منتخب ايران غادي يبغي يربح المنتخب البرتغالي باش يدوز. نخرجوا ثلاث نقاط، نقدر نخرجوا بشهاده، نقدر نخرجوا بالخساره، حتى مباراه مفتوحه على جميع الجوانب. راه كما قدمنا مقابله زوينه في الماتش الاول ضد ايران وماتشين ضد البرتغال، نقدروا نقدموا مقابله كبيره ضد المنتخب الاسباني. راك شفت تصريحات بحال مثلا سيرجيو بوسكيش قال لهم بلي المنتخب المغربي هو اكثر منتخب ضد الماتش الكره. يقدر المنتخب ان شاء الله يربح، حيت بغي يبين فهمتيني، ما يبغيش يخرج بصفر النقطه فهمتيني، غادي يبغي يبين. وان شاء الله ان شاء الله نديروا شي حاجه في هذه المباراه هذه. عندنا ثقه ان شاء الله في المباراه، وكنتمنى لهم التوفيق. احنا ما غاديش، احنا بصراحه ما غنربحوا اسبانيا، لان اسبانيا خصهم المنتخب ديال الاسبان خصهم غيلعبوا على الرباح، لان الماتش ديالهم كانوا متعادلين وما ربحوه ايران، خصهم يربحوا فهمتي، لان غيخافوا من البرتغال لا تربح ايران، والا مشاو تخسروا مع البرتغال عاوتاني المشكل غيبقى الحسابات ويبقى هادي. احنا الفرص اللي ضيعنا هي مع المنتخب الايراني، كنا نخرجوا رابحين بثلاثه. احنا ما خصناش نديروا ديك الفكره على باش الشعب المغربي تيقول لك حقا احنا خرجنا بشرف، هذا خطا. واش زيرو بوان شرف؟ بيني وبينك زيرو بوان شرف؟ ها؟ اش من شرف؟ شرف هو ديال 86 اللي تأهلوا الدور الثاني، وكفره ديال ماتيوز هي اللي خلقت المفاجاه، والزكي تما كان هو كل شيء. هو كما تنقولوا لو بير ديال الباترون ديال 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 ديال, 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 ديال الميدان. يعني الزكي هذاك هو السبب، انا تلاقيت مع الزكي وتنعرفه صديق ديالي، لعب مع حبسينا جينيور في الوداد، ملي كنت لعب جينيور في الوداد في 77 انا لعب جينيور، وكان تيحبسينا جامسله 78 لعب روم بلاصو ديال حمد الكولو، وفي 79 لعب تيتيلو في كاس محمد الخامس، وفي كاس ولعب في كاس العرش. انا تنقول لك هذا الشيء اللي كاين، قال لك بيكمبا هو السبب ديالو باش تبع لمايوركا، لان بيكمبا كان الرئيس ديال مايوركا تيتفرج في ذاك الماتش،
ديال المغرب مع 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 مع, مع, مع الالمان، وكان الزاكي هو اللي دا احسن حارس، هو اللي كان. انا شتي انت ربما ما حضرتيش انت باقي صغير لهاد ياك، جو اسمح لي الا قلت لك هاد الهضره، ربما تفرج انت وشوف سميتو غادي يبان لك الزاكي كيفاش كان مع الالمان. يعني كون ما كانش الزاكي في ذاك اللحظه مع الالمان، وسمح لي الا خرجت على الموضوع غنرجع لك، كون ما كانش الزاكي غادي يخرجوا المغاربه خاسرين بخمسه مع الالمان ديال 86. لان الزكي هو السبب ديالهم، وهذيك الكوفراد ماتيوز هو تيقول لك حسينا، هو اللي ضرقني، هو الزكي قال لي راه حسينا. المهم انا تنقول لك هو استنامي، هو ماشي انا بغيت نقول لك انا، وهو على المنتخب، نرجعوا للمنتخب. المنتخب ديالنا الخطا اللي داروه هو مع ايران، كانوا يخرجوا رابحين مع ايران، كون خرجوا رابحين مع ايران يقدروا يتعادلوا مع البرتغال كاع، ولا يقدروا يربحوا حتى البرتغال، لان غيكون عندهم واحد الحماس كبير باش غادي يتاهلوا. هذيك ديال ايران هي اللي فشلتهم شويه، وهما لعبوا مع البرتغال ما ماركاوش. حنا علاش غادي نقولوا حنا راه حقا خارجين بشرف؟ واش هما وحنا ما عندنا ما نديروا بهذا الماتش نربحوا حتى ب10، وما غاديش نربحوا الاسبان، هي جوج وتي فافوا غتشوف. انا غنقول لك انا على الكره، انا ما غاديش نربحوا حنا الاسبان ما غاديش نربحوها، مجهدين عندنا. اسبان كون ما كانش داك ملي كانوا لاعبين مع البرتغال، راه كون ما كانش رونالدو كانت غتخسر البرتغال بثلاثه. رونالدو جاتو فرص، ضربت زازا وهادي وداك الكوفره شتي كيفاش دار لها. انا تنقول لك صراحه اسبان ما عمرنا ربحوا، حنا ما عندنا ما نديروا بهذا الماتش، هي جوج واش زيرو بو، واش حنا جايين بحالنا اش بغينا نديروا بهذا الماتش؟ يدخلوها ليهم بلاصو يلعبوا وصافي، يخسروا حتى ب10 كاع، وتخرجوا واخا نخرجوا بثلاثه النقاط. حنا راه جايين اش غنديروا بثلاثه النقاط؟ حنا جايين راه كاس العالم، خصك تبين، خصك تلعب الكره، خصك تربح، ماشي لعب لنا كره، خصك الربح. لان المدرب ديال البرتغال اش قال لهم؟ قال لهم انا داخل مع المغرب باش نربح، ماشي لعب الكره، هما لعبوا كره علينا، هو اعترف المدرب ديال ولكن قال لك حنا منين لعبنا على لي كونتر اتاك، فهمتي؟ يعني انهم منين ماركا رونالدو داك الكره بقاو لاعبين على لي كونتر اتاك، تخرجوا بحال هكاك صافي، ما خصهمش هما يعطيو اللي عنده في الهجوم، ربما فهمتي يتصيدوا ولا شي حاجه. والمنتخب اللي غادي نقول لك هو بالنسبه للمدرب راه مزيان، ما خصهمش يبدلوا المدرب. هذا المدرب راه مزيان، تيبان لي الخطه عنده مزيانه وغادي مزيان. انا تنتفرج تنشوف المدرب ما خصو يحاولوا ما امكن يجيدوا يكثروا في يعني في التحسينات ديالهم، ويبقاو بحال هكا ويدي تيسبيرا وشو ويخليو الامور، يعني المدرب يعطيو فرصه اخرى. راه جاي كاس افريقيا 2019 وعاد وربما ياهلوا، لان المدرب تيبان لي ما اهلهم المونديال راه مزيان صافي. هادشي النتيجه اللي بغينا نخرجوا منها مقارنه مع الماتش اللي لعب المنتخب مع البرتغال، فكيبان لنا بلي غنغلبوا ان شاء الله اسبانيا ونخرجوا بشي نتيجه مشرفه، واخا تخصينا ولكن كوميم غنخرجوا هازين ريوسنا وصافي، غنخرجوا ان شاء الله فيها ضروري باينه. يقدروا يقدموا اكثر كاع مع البرتغال، واخا شوف الماتش ديال البرتغال واخا كان تحكيم ناقص، ولكن الدراري لعبوا بواحد الدرجه اللي زوينه بزاف ان شاء الله ضروري. هذيك متفائلين وديما مغاربه ديما معاهم. شكرا بزاف. رجعنا لكم الاخرى مشاهدينا، كما شفتوا معنا فهناك بعض المواطنين المغاربه ليس يقول بان المنتخب الوطني المغربي قادر على انه يفوز على المنتخب الاسباني ونخرجوا على الاقل بثلاث نقاط من هذه المنافسه ديال المونديال روسيا 2018، وكاين اللي يقول بانه صعب جدا ان نتفوقوا على المنتخب الاسباني نظرا لانه كيلعب على التاهل. حتى انا كنكون وصلنا لنهايه برنامجكم ميكرو سبور، الى اللقاء.